هذه المعلومات سرية. فضبط الخلية أتى بعيد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. المعلومات ظلت سرية حتى عندما كان البرلمان يناقش تصنيف الجناح السياسي لحزب الله منظمة إرهابية. حادثة أخرى، تقرير للخارجية الأمريكية أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قررت ألا تكشف عن مضمون تقرير كاساندرا حول علاقة حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية، أيضا حرصا على اتفاق فيينا. باختصار وفي زحمة الوساطات، يواجه المجتمع الدولي اتهامات بالتراخي ومطالب بتوسيع مظلة الاتفاق. بعد أن بدا التوتر في الخليج وكأنه لا مساحة الانفجار، تشهد طهران ما يشبه زحمة وساطات. سلطنة عمان وقطر والعراق وفرنسا كلها تحدثت عن محاولات لنزع فتيل الأزمة لكن دون نتيجة ملموسة. مراقبون قالوا إن وساطات مرشحة كثيرة أرادت التطرق إلى تقليم أظافر وكلاء إيران، ولم تذهب كذلك إلى برنامج الصواريخ الباليستية، وهو ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع وصوله إلى طهران، أطلق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعوة للتعقل والإبقاء على الاتفاق النووي، واضطر أن يواجه الإيرانيين بواقعيته الألمانية قائلا إن الأوروبيين بودهم الوفاء بتعهداتهم بموجب الاتفاق النووي، لكن لا يمكنهم صنع المعجزات. موقف إيران قد يعني أن هناك نافذة مفتوحة فقط بشأن الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي. بعد ساعات يصل قطار وساطة أخرى، رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو يصل إلى طهران مدعوما بعلاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. مصدر دبلوماسي غربي يقول للعربية إن وساطة اليابان واعدة. اليابان أكبر مستورد للنفط الإيراني ومن أقرب الشركاء لأمريكا وترامب. اليابان خارج الاتفاق النووي وتأتي بقاربها من خارج الصندوق كما يقال. لكن إيران لا تنظر بالضرورة بحماسة إلى الوساطة اليابانية، وتعتقد أوساط هناك أن طوكيو شديدة الالتصاق بواشنطن. سيد الحديدي، العربية. ولمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومن القاهرة الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، من واشنطن السيد ماثيو برودسكي كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام، وأبدأ معك دكتور عبد العزيز بن صقر. سميناها زحمة وساطات، هل هناك أي خطر يمكن استشعاره لتكرار الخطأ مع إيران مرة ثانية بالتساهل والتنازل؟ أولا مساء الخير لك وضيوفك والمشاهدين. حقيقة إيران دائما تتعمد يمكن يعني بعض التصعيد حتى تزود من وساطات، وهي تكون حريصة على الوساطات. الجانب الأمريكي لم يمانع التدخل لمنع وقوع حرب، ورحب بأي تدخل يقنع إيران عن العدول عن البرنامج النووي وتنفيذ المتطلبات. ولكن بالمقابل الجانب الإيراني حينما تقترب هذه الوساطة إلى طرح أو طرح يعني بعض الحلول التي يمكن أن تكون مقبولة، يبدأ يصعد من مطالبه ويصعبها على الجانب الآخر لقبولها، فيضعنا أمام مشكلة كبيرة جدا. التوجه الأمريكي هو التصعيد التدريجي للعقوبات، ولكن أيضا وجود قدرة عسكرية عالية تستطيع أن تواجه أي احتمالات يمكن أن تحدث. الوساطة طبعا على المستوى العربي هنالك عمان والعراق يعني دخلت في هذه الوساطة، وأيضا هنالك وساطة دولية، اليابان طرف أساسي، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وزير خارجية الألماني هو فيها، فرنسا أيضا تطرح نفسها في هذه مجموعة من الجهات التي تصل
سلطنة عمان طبعا كان لها دور من الجانب العربي، لكن السؤال هو اللي يطرح نفسه، هل إيران سوف تجنب بالفعل وقوع لا سمح الله حرب بقبولها بالمبدأ الأساسي؟ الولايات المتحدة في كمبدأ أساسي تريد أن تقبل إيران، ليس فقط بس ب 12 شرط، وإنما تقبل المبدأ الأساسي. إيران تريد تفاوض بلا شروط مسبقة، إيران تريد شروط طرحتها اليوم أساسية، بمعنى أنه إلغاء العقوبات الموجودة، عدم ذكر إبقاء الالتزام بالبرنامج النووي، دفع تعويضات، هذه شروط تعجيزية لا يمكن أن يقبلها الجانب الأمريكي الذي طرح 12 شرط أساسي لإيران وبدأ بتصعيد تدريجي، يعني التصعيد في النفط، التصعيد فيما يتعلق بالبتروكيماويات، الحصار حتى لا يكون هناك إمكانية للدولار الأمريكي بالإمكان استفاء، يعني أنه يكون عند إيران إمكانيات. العراق على فكرة، وهذه نقطة مهمة جدا، مسؤول إيراني من فترة قريبة قال أنه نعم استلمنا من العراق مبالغ نقدية تجاوزت 200 مليون دولار، وهذا أحرج العراق، لأن العراق يفترض أن يكون لديه التزام بهذا العقوبات مثل بقية الدول. فهو السؤال الذي يطرح نفسه، هل سوف تلتزم إيران وتحاول أن تخفف؟ لأنه الخيارات ما هي؟ الخيار هو التصعيد التدريجي والقدرة العسكرية للرد إذا كان هنالك أي يعني مواجهة أو حرب بالخطأ أو تصعيد من قبل الحرس الثوري، لأنه في عناصر غير مسؤولة وهي ترغب في إيجاد هذه المواجهة. الجانب الإيراني كل ما يستطيع فعله في الوقت الحاضر هو كسب الجولة الداخلية، هو يحاول جاهدا لكسب هو شو بيستفيد منها إيران من داخل بالوسطات، يعني هل يقول لشعبه أنه أنا قوي لدرجة أنه كل العالم الكل يعني كل العالم هي تتوسط لدي، وهذه الوساطات تأتي من دولة مثل اليابان. اليابان على فكرة لها علاقة تاريخية يعني طويلة مع العراق، إلى قريب كان الإيرانيين يدخلوا اليابان بدون تأشيرات. أنا أتذكر في فترة الحرب العراقية الإيرانية حاولت دول الخليج أن تطلب من اليابان خفض استيرادها من إيران، ولكن اليابان يعني عوض عن هذا قال سوف أزيد استيرادي من دول الخليج ولكن لن أخفض استيرادي من إيران. فأبقت العلاقة من يناير إلى نهاية مارس، لأن العقوبات سوف تبدأ، اضطرت اليابان أن تعمل ليفتنج، بمعنى أنه تشحن حوالي 15 مليون طن من النفط الإيراني في وقت مبكر، يعني قبل أن تبدأ يعني ساعة الصفر في تطبيق العقوبات. ولكن يوميا نشعر بأن هذه العقوبات تأثيراتها حقيقية، أصبحت أولا الصادرات أقل من 400 ألف برميل في الوقت الحاضر، المنع التصدير بالنسبة لمعظم المنتجات، التأثير في الداخل أصبح قوي جدا، ضعف العملة الإيرانية، مع أنه داخليا سامحني يا دكتور عبد العزيز أني بقاطعك، لكن حتى يعني نستتبع النقطة بنقطة، مع أنه داخليا أو على الأقل آراء ما يتم الحديث به من قبل المسؤولين الإيرانيين بأن العقوبات أحيانا أثرت عليهم وأحيانا لم تؤثر، يعني بيظل في خطاب داخلي وخطاب خارجي مثل كثير من الدول. أنتقل لضيفي من واشنطن سيد ماثيو برودسكي لأسأله عن هذه النقطة. الآن هذه الوساطات، الظريف قال اليوم بأنه يمكنكم أن تتكلموا معنا حول النووي فقط، وكأنه يريد أن يفتح باب من خلال هذا الحديث. هل اليابان تقوم بوساطة محملة برسائل ما، أم أنه اليابان وبسبب علاقتها ربما القريبة والخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون صوت الولايات المتحدة الأمريكية فيما سيعرض على إيران؟ أعتقد بأن الحقيقة هي أن اليابان أولا لها علاقات طويلة الأمد كما ذكر ضيفكم مع إيران، ولكن من وجهة نظري أي دولة إذا ما كان إمكانها أن تلعب دور الوساطة فسيكون ذلك جيدا، لأنه يعزز موقفهم ويجعل لهم أهمية أكبر كدولة عندما تحدث عن مثل هذه المفاوضات، فهذا من وجهة نظرهم. أما من وجهة نظر الولايات المتحدة فإدارة ترامب أوضحت بأنها مهتمة بما تقوم به إيران وليس ما تقوله، وهم على دراية تامة بما ستحاوله إيران، وهو تحاول أن تمد من أمد المفاوضات وأن تخوض بعض الحوارات والمحادثات هنا وهناك، وتحاول رفع العقوبات عن النظام الإيراني، وهو شيء قامت به إدارة أوباما خلال المفاوضات، وهي رفع الضغط خلال التفاوض
على هذا الاتفاق. فمن وجهة نظري إدارة ترامب، كل من يرغب بالمشاركة وخوض الحوار لا بأس، ولكن المغزى هو أن تكون هناك ضغوطات قصوى ونصل إلى المرحلة حيث تكون هذه الضغوطات تسبب إيران وترغمهم إلى العودة على طاولة المفاوضات، وأن يكون هنالك نقاش طويل وعريض أساسه وقوامه 12 نقطة أو شرطا التي عبر عنها وزير الخارجية بومبيو، سواء كانت مثلا شملت النظام البالستي والبرنامج النووي وسلوكيات إيران في المنطقة. فإدارة ترامب تقول كل من يرغب بالحديث فلا يتحدث، ولكن الأمر مهم هو العمل. ودكتور محمد مجاهد الزيات، هل إيران في موقع يسمح لها بفرض شروط على الولايات المتحدة الأمريكية أو تحميل هذه الشروط كرسائل للموفدين أو للوساطات الذين يدخلون إيران؟ اسمحيلي بداية أن نوجه التحية لك وللدكتور عبد العزيز الصقر وللسادة المشاهدين. أنا في اعتقادي أن هناك ملاحظات أولية، أننا دخلنا في المرحلة الثانية من مرحلة المواجهة. المرحلة الأولى كانت تهيئة مسرع العمليات بما يحتوي من قدرات عسكرية لتفرض تطويعا للموقف الإيراني، ثم ندخل في المرحلة التالية، المرحلة الحديث عن الوصول إلى مائدة التفاوض. ما يجري خلال الأسبوع الأخير بالتحديد هو بدايات التفاوض. التفاوض ليس أن يكون عندما نجلس على المائدة، ولكن التفاوض يبدأ من البداية عندما نتبادل الرسائل. وهذه المرحلة تكون مرحلة طبيعية لطرح أسقف عالية من الطرفين للحديث عن التفاوض، وهو الملاحظ على إيران تضع سقف أعلى كبيرا وتوجه رسائل متناقضة. نقبل التفاوض، لا نقبل التفاوض، هناك قضايا نفاوض عليها، قضايا لا. هذا جزء من التفاوض الإيراني والدخول إليه. أنا في اعتقادي أن زيارة رئيس الوزراء الياباني لها أهمية خاصة، لأنه سيكون صوتا هادئا للولايات المتحدة الأمريكية، يعني سيعبر عن الموقف الأمريكي بهدوء، وبالتالي يكون هناك مجالا للحوار مع إيران. هناك ثلاثة قضايا رئيسية لا يمكن التنازل عنها في هذا النقاش. القضية الأولى هي النووي، وسيكون مجالا للحديث ولا نقاش فيه. والقضية الثانية المدى والصواريخ البالستية، وهذه قضية رئيسية. النقطة الثالثة الدور الإقليمي لإيران. لا محالة لابد أن تناقش القضايا الثلاثة بصورة واضحة ويكون هناك حديث عنها. بالتالي فإيران سوف تعلن أنها لن تناقش هذه القضايا في البداية كنوعا من تعلية السقف، لكن هذه الزحمة في الوساطات كل له طريق يتحدث به. الألماني مشهور ألمانيا بقدرتها على التفاوض وشاركت في عمليات وقضايا أخرى، والألمان جيدين، حتى الحكومة الألمانية والمخابرات الألمانية قامت بدور فيما يتعلق بالوساطات التي كانت تجري بين إسرائيل وحماس، فتستفاد منها على هذا النحو. العراق قامت بدور في حدودها، سلطنة عمان من البداية لأنها كان لها دورا واضحا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي وقع قبل ذلك أيام أوباما، وبالتالي فهناك حلقة اتصال مقبولة. قطر تحاول أن تكون طرفا في الموضوع، لكن لا أعتقد أنها تملك الأدوات التي تقوم بها على هذا المستوى. والدور الياباني بيكون له خصوصية بهذه الحالة؟ بالتأكيد، لأن هذه أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ 79، يعني زيارة لها مدلول كبير جدا. علاقاتهم الاقتصادية قوية، هي عندما تذهب إلى هناك، وهو معروف أن اليابان مقتنعة تماما بالموقف الأمريكي، وهناك لا أقول تطابق، لكن هناك نوع من التفاهم الأمريكي الياباني فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بصورة كبيرة. اليابان الاقتصاد الثالث في العالم، وبالتالي إيران لابد أن تسمع للكلام الياباني وللصوت الياباني، وتكون توصيل رسالة هادئة وطرف مؤثر، إلى جانب الزيارة الألمانية التي تعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي. ولعل وزير الخارجية الإيراني الياباني كان الألماني كان واضح، نحن لا نملك شيء سوى الإبقاء والمحافظة على الاتفاق النووي، لكن لن نقدم أكثر من ذلك، يعني لن نذهب مع إيران فيما تطلب به بتطبيع علاقات أو تقديم موقف يكون مختلف عن الموقف الأمريكي. لا، سيكون على هذه الحدود، وجئنا للوساطة طبقا للإطار العام الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية. ويا دكتور عبد العزيز، إيران بتمارس الآن سياسة اللا حرب واللا تفاوض، يعني هي بتستنى بالوساطات، الوساطات تذهب لإيران، ومسألة شراء للوقت، مسألة ربما تفصيل الأشياء، تقسيمها لأشياء أصغر فأصغر. هل هذه سياسة جدية ممكن أن تنجح، أم أنها فقط لدعاية داخلية وتريد إيران أن تستثمرها، تريد إيران أن تجرب؟
وأسلوب إيراني متبع يعني في الحرب العراقية الإيرانية. كانت تعلم إيران أن الحرب ليست من صالحها وأن استمرارها مؤذي بالنسبة لها، ولكن انتظرت إيران 7 سنوات و10 أشهر، ما يقارب 8 سنوات، إلى أن قبلت بقرار مجلس الأمن فيما يتعلق بانتهاء الحرب. الإشكال اليوم الوضع قد يكون مختلف، لأنه الحرب كانت تقليدية بينها وبين العراق، حينما لا سمح الله إذا كانت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن تكون تلك الحرب التقليدية ولن تكون بالمعايير التقليدية التي شهدتها فترة الثمانينات. هي تستطيع أن تفوت الفرصة على نشوء حرب وعلى ما يمكن أن يحصل، ولكن دائما يقال أن هنالك صراع في الداخل الإيراني وهنالك وجهات نظر متباينة. أنا بالنسبة لي يعني وجهة نظر الشخصية أقول إنه هذا الخلاف اللي داخل إيران هذه مشكلته وليست مشكلتي أنا. أنا في نهاية المطاف أتعامل مع دولة. بس إذا كان خلاف حقيقي، لأنه في ناس بتقول إنه توزيع أدوار أكثر. لا منه. هو توزيع أدوار وليس خلاف. أنا بالنسبة لي أعتبر إنه هو توزيع أدوار، وذلك حينما أرادت إيران أن تقبل بالاتفاق النووي كان هنالك مباركة كاملة. السؤال الذي يطرح نفسه أن رئيس الوزراء الياباني يتطلع إلى لقاء بين المرشد وبين ترامب، هل هذا النوع من اللقاء هل يحدث؟ أنا اعتقادي أنه ما زال صعب المنال وصعب الحصول بهذا المستوى. هل يمتلك روحاني السلطة والصلاحية أو مفاوضين أو الجانب الآخر معه يمتلكون السلطة لحصول مثل هذا؟ الوضع الداخلي لو تأزم في داخل إيران سوف يمارس ضغط كبير على الحكومة الإيرانية، وربما يؤدي إلى انهيارات غير متوقعة أو يعني وضع غير متوقع في الداخل الإيراني. طبعا إيران دولة كبيرة، ووجود سلطة مركزية ضعيفة وتفتت في الداخل الإيراني راح يكون له تداعيات كبيرة، لها 17 دولة جيران لها حدود فلها تأثيرات في هذا الجانب. المهم أنا بالنسبة لي أن دول الخليج يجب أن لا تبتعد عن ما يمكن أن يكون هنا أيا كان. إذا بتسمح لي يا دكتور، لأنه الجزئية المتعلقة بدول الخليج أنا تركتها لآخر شيء بالحوار، لأننا سننتقل للخطابات اللي من داخل إيران ورح نحكي عنها بتفصيل أكثر. يعني استمعنا إلى ما صدر من أبوظبي، وهناك خطابان تحت سقف واحد لطهران. نتابع هذا المقطع حول تضارب المواقف الإيرانية ثم نعود للحوار. سيد ماثيو برودسكي، أنتقل إليك مباشرة. نبرتان تحت سقف واحد، هذا مشهد مكرر في إيران ومعروف في إيران. هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية تصور عما تريده إيران حقيقة؟ أعتقد بأن إدارة ترامب تتوقع بالكامل أنه مع زيادة الضغوطات على إيران فسوف تخرج مثل هذه التصرفات مرارا وتكرارا، وهذا ما شاهدناه في الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي، وهذا من الأشياء التي يمكن أن نتوقعه من إيران. ولكن في الختام فالأمر كله يدور حول اتخاذ القرار الصعب من قبل حكومة إيران وقادته، ولن يحصل ذلك إلا بعد أن يدركوا تماما الضغوطات القصوى وآثارها. ستستمر إيران بهذه السلوكيات، ولكن في مرحلة ما يجب أن تتخذ القرار، سواء كان الخروج من اتفاق نووي بالكامل والتوجه نحو تطوير السلاح النووي، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحصل، لأن إيران بشكل مضت في هذا الطريق منذ فترة طويلة جدا وببطء، فأعتقد أن كل تصرفاتها ومحاولاتها سوف تتوجه نحو أوروبا لكي تضع الضغوطات على الولايات المتحدة، ولا أعتقد بأن إدارة ترامب سوف تنخدع بذلك. ويا دكتور محمد مجاهد الزيات، إدارة ترامب، إدارة الولايات المتحدة الأمريكية
لا تتصور بأنه يمكن أن يمارس عليها ضغوط من أي ناحية، يعني الرئيس ترامب لا يتصرف على أنه هو يمكن أن يخضع لأي ضغط من أي ناحية. الآن الوساطات التي تذهب أو الوفود التي تذهب لإيران، هل هي تحمل خيار لقاء منتصف الطريق بين الطرفين، أم أنها تذهب لإقناع إيران بضرورة النظر بجدية للشروط الأمريكية والمطالب الأمريكية؟ وإلا يعني في تقديري وتقدير الكثيرين أن هذه الوساطة لها هدف رئيسي محدد، وهو أن تجذب إيران إلى مائدة التفاوض. الأجندة الخاصة بالتفاوض لا تطرح خلال هذه الوساطات، لكن مجرد أن نجذبها إلى مائدة التفاوض، الولايات المتحدة أو إدارة الرئيس ترامب تركز على فاعلية وتأثير العقوبات الاقتصادية المتتالية، وآخرها شركة الكيماويات والتي تتفرع عنها 147 شركة أخرى وتعتبر مصدر أساسي للحرس الثوري الإيراني. العقوبات التي تفرض بدأت تترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإيراني وعلى شعبية النظام الإيراني، وربما تؤدي إذا تمرت على هذا النحو إلى مواقف في منتهى الصعوبة داخليا بالنسبة لإيران. الإدارة الأمريكية تراهن على أن تطويع الموقف الإيراني في ظل الحشد العسكري الصارم والقوي رسالة قوية لإيران، تعني أولا أنه انتهت هناك أي محاولة لإيران للقيام من خلال وكلائها بأي تصرفات غير مسؤولة عسكرية، مثل الذي جرى لنقلات النفط أو ضرب أنابيب النفط في السعودية، أي تكرار لمثل هذه العمليات أو الاعتداء على مصالح أمريكا في المنطقة ستعاقب بقوة، وبالتالي ننتقل للمرحلة التالية، أي كيف نجلس على مائدة التفاوض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه استراتيجيتها، لا الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يغيرها ولا أي وساطات ستتحرك خارجة عنها، هي تتحرك لجذبها للتفاوض. التناقض الواضح في تصريحات المسؤولين الإيرانيين هو تعبير عن التفاوض الذي بدأ، يعني تصريحات متناقضة توجه للداخل بالدرجة الأولى، لكن تحدد سقف التفاوض أو القضايا التي ستناقش على المائدة وتحصل على شرعية داخلية في ظل الصعوبات أننا اضطرنا إلى هذا، أو كما قال خميني في تصريح سابق زمان أنه يستطيع أن يتعامل مع الشيطان لتحقيق مصلحة إيران. وسيد ماثيو، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قال بأنه إيران رفعت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، أي مؤشر هذا يعطيه للولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد بأنهم وضعوا أجهزة متقدمة، أي أن المؤشرات مرة أخرى هي أنهم سوف يخرقون أو يخرجون من اتفاقات، رسالة يحاولون التعبير عنها، الرسالة هي أنهم سوف يخرجون من اتفاق النووي، وهذا أحد الأسباب للتخوف إذا ما سواء كانت للولايات المتحدة وحلفائها أو الجانب الآخر، أنهم يمكنهم يسبب ضرر كبير جدا حول المنطقة، وكل هذا لخلق مستوى من الخوف للولايات المتحدة، وهو موجه بشكل جزئي إلى حملة الانتخابات مثلا بعد سنة هنا في الولايات المتحدة، ونصف البلاد على اليسار السياسي قالوا بأنهم يرغبون بالوصول إلى اتفاق نووي، فالحد الذي تتسبب به إيران نوع من التخوف داخل الولايات المتحدة وأوروبا، فأعتقد من هذا شيء إيجابي، وكذلك يعتقدون بأنهم إذا ما تمكنوا من حث أوروبا على خلق هذه آلية المالية الخاصة لتحقيق بعض الأموال فهذا سيساعد إيران، ومرة أخرى الهدف الأمريكي هو وضع الضغوطات القصوى على إيران، فكل شيء يخفف هذه الضغوطات فهو بمثابة اتفاق سيء للولايات المتحدة. فسنرى مستقبلا ما هي التطورات، ولا أن هذه المقاربة الإيرانية التي تستهدف بالتحديد اليسار الأمريكي والاتحاد الأوروبي عندما نتحدث عن الانتخابات الأمريكية القادمة. أي أفهم من كلامك أنه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران ليس لجر إيران لطاولة المفاوضات على أن تأخذ وقتها يعني في المفاوضات، وإنما ضغطا لاستجابة إيران للمطالب الاثني عشر، صحيح؟ أم أنه مجرد الدخول في مفاوضات يعني رفع العقوبات؟
هي لخوض المفاوضات حول التشكيلة الكاملة والتي تشمل صواريخ الباليستية والاتفاقنا النووي وسلوكياتها في المنطقة. لا أعتقد بأن إدارة ترامب سوف ترفع وتخفف العقوبات فقط لقدوم إيران إلى طرف المفاوضات. هي ضربة الكبرى لإدارة أوباما لأنهم فعلوا ذلك وبالتأكيد الولايات المتحدة عندما وقعوا الاتفاق النووي. لا أعتقد بأن إدارة ترامب سوف ترتكب نفس الخطأ لمصلحة إيران أو لتستفيد إيران. ختاما، الرسالة الأمريكية برأيي هي لدينا ما يكفي من الأصول العسكرية في المنطقة وقد قمنا بتوحيد حلفائنا ولدينا رسائل واضحة وثابتة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى إسرائيل وأنهم لن يسمحوا بإيران لتجاوز السقف النووي. فإمكانهم النجاة طاولة المفاوضات، بإمكاننا خوض هذه النقاشات والحوارات، ولكن حملة الضغوط القصوى سوف تستمر إلى أن نتوصل إلى اتفاق وليس فقط لحضورهم إلى طاولة المفاوضات. واضح. الآن نأتي دكتور عبد العزيز على مسألة الخليج. دول الخليج كررت مرارا وتكرارا أنها معنية بأي اتفاق مع إيران. اليوم مثلا الإمارات تقول بوضوح أن أي اتفاق مع إيران لابد أن تكون دول الخليج جزءا منه. نتابع ثم نعود للحوار. دكتور عبد العزيز، ما هي الرؤية الشاملة الخليجية للتعامل مع إيران؟ يعني بالتأكيد تقريركم أوضح أن دول الخليج حذرت في السابق بشكل كبير وواضح من مغبة التمدد والتوسع الإيراني، لكن مع الأسف فترة الرئيس أوباما 8 سنوات اعتبرت إيران أن هذا حق من حقوقها التوسع والتمدد كما تريد، فاستخدمت السياسة التوسعية، استخدمت السياسة التدخلية، استخدمت التعامل مع الميليشيات بدل أن تتعامل مع الحكومات والأنظمة في هذه المنطقة. اليوم هنالك إدارة استشعرت هذا الخطر ولذلك طلبت يعني إيقاف البرنامج النووي والعودة إلى المفاوضات، لأنها هي تؤكد على قضيتين: زيرو نيوكلير بمعنى أنه صفر نووي، لا يمكن القبول لا بتخصيب نسبي ولا يمكن القبول ببرنامج الصواريخ ولا الشروط 12 التي طرحتها. حقيقة دول الخليج اليوم مع الأسف هنالك يعني نتمنى أن يكون هنالك توحد أو يعني موقف موحد بالنسبة لها. نحن نشعر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين والكويت طبعا ما في شك أحد كبير يعني هي تشعر بخطورة الموقف الإيراني وما يمكن أن ينتج عنه. إيران تحاول أن تستغل التباين في بعض المواقف حتى تتغلغل من خلاله إلى دول خليجية وتحاول أن تستقطب البعض لأسباب مختلفة أو لأسباب خاصة بها. الموقف الخليجي راح يكون متمسك بقضيتين أساسية. إذا أيا كان أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الوصول له إلى نتيجة مع إيران سواء بالمفاوضات أو الحرب فهي جزء لا يتجزأ منه. سؤال: هل سوف تلتزم الولايات المتحدة؟ لأنه في 2003 حينما قادت الحرب على العراق كانت دول الخليج تعتقد أنه ربما لن يكون هنالك حرب، وكان هنالك في ذلك الوقت الملك عبد الله الله يرحمه كان يقول هو لا يعتقد أنه هنالك حرب، ومع هذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تستأذن أحد وقررت أن تقوم بهذه الحرب دون الرجوع إلى شركائها في المنطقة. الآن
الولايات المتحدة هي بحاجة للمنطقة، لأنها بحاجة إلى أجوائها، قواعدها البحرية، قواعدها الجوية، هي بحاجة إلى مساهمتها ومشاركتها الفاعلة في الموضوع هذا، لأنها لا تريد أيضا أمام المجتمع الدولي أن تكون هي لوحدها. القمم الثلاثة التي تمت هي تأكيد، سواء على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي، التأكيد على إدانة إيران وعلى سلوكها الغير مقبول وتصرفها الغير مقبول والمرفوض من كل الدول الإسلامية التي شاركت في هذا الجانب. يظل هنالك سؤال استراتيجي، أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي تفاوض من أجل التفاوض أم هي تفاوض بالفعل لتحقيق الأهداف التي هي تسعى إليها؟ دول الخليج تريد أن تكون طرف من هذه في أي عملية تفاوض قادمة، في أي عملية تفاوض وفي أي قرار يمكن أن يتخذ، لأنه بدون أن يكون هنالك تأثيرات أصلاً بتكون إيجابية أو سلبية على منطقة الخليج، على منطقة يعني ساحة المعارك هي منطقة الخليج، هي الساحة التي لا سمح الله لو كان في حرب وراح تكون حتى لا تتكرر ما حدث في العراق، وأيضاً لو في أي ريتاليشن يعني حيحصل، هو حيحصل من الجانب صحيح. على فكرة العراق، أنا أعتقد أن العراق ساحة مهمة جدا في الخلاف الأمريكي الإيراني، لأنه لسببين، لو نجحت أمريكا في دحر الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق فسوف تندحر إيران من لبنان ومن سوريا وبقية المنطقة، بيرجع لو إيران نجحت عربي في الضغط على الأمريكان في العراق فهي سوف تحاول أن تتمدد أكثر صحيح. في المنطقة صحيح. دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. ودكتور محمد مجاهد زيات مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ضيفنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على المشاركة. والسيد ماثيو برودسكي كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وبعد قليل خالد اليماني يخرج من الصورة بينما تحاول الأمم المتحدة رأب الصدع المتسع مع الشرعية اليمنية.